وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا المرأة في الحدث. في حلقتنا لهذا اليوم نستعرض وإياكم أخبار وقضايا جديدة عن المرأة في الشرق الأوسط والعالم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد خلال مشاركتها احتفالات نوروز عام 2019 إن ارتباط أهالي عفرين بمبادئهم وعدم الرضوخ للمحتل والمحافظة على هويتهم ووجودهم أدهش العالم، فبات العالم يأخذ العبر من مقاومة هذا الشعب. لنتابع معه. تصريحات للرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد عشية مشاركتها احتفالات عيد نوروز يوم الخميس، قالت فيها إن انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين لا تختلف عن ممارسات وسياسة داعش في سوريا، بل باتت أسوأ منها لأن داعش يعمل بذهنية الاحتلال التركي. إلهام أحمد هنأت العالم بالقضاء على تنظيم داعش في سوريا، وقالت بأن قوات سوريا الديمقراطية وبتكاتف كافة الشعوب حققت انتصارات عظيمة بوجه الذهنية الدكتاتورية، وأضافت بأنه في سنة 612 قبل الميلاد وباتفاق الشعوب وقيادة أبناء الميديين تم تدمير عرش الظلم والاضطهاد، وأصبح يوم 21 من آذار يوما جديدا للحرية والانتصار. اليوم أيضا تم القضاء على داعش الذي يدار من قبل تركيا. انتهاء داعش يهز عرش أنقرة. وتطرقت إلهام أحمد إلى نضال البرلمانية ليلا غوفن المضربة عن الطعام منذ 134 يوما في تركيا، والتي رفضت احتلال تركيا لعفرين، لهذا اعتقلها الاحتلال التركي وهي الآن تضرب عن الطعام مطالبة برفع العزلة عن القائد أوجلان. وقالت إلهام أحمد في ختام حديثها بأن كافة مساعيهم السياسية والدبلوماسية والعسكرية ما بعد انتهاء داعش ستسخر لتحرير عفرين من الاحتلال التركي، مطالبة الأهالي بتنظيم صفوفهم أكثر. تواصل الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى غوفان إضرابها عن الطعام منذ 135 يوما احتجاجا على العزلة المفروضة على القائد الكردي عبد الله أوجلان، وردت على الرسالة التي أرسلها رئيس منظمة المجتمع المدني جوردي كويكارت، وقالت في ردها: لن يضعف إيماني وستشرق شمس الحرية على الشعوب المضطهدة يوما ما. لنتابع معا. رئيس منظمة المجتمع المدني جوردي كويكارت وجه رسالة دعم ومساندة إلى الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى غوفن المضربة عن الطعام منذ 135 يوما لإنهاء العزلة المفروضة على القائد الكردي عبد الله أوجلان. ووجهت غوفن ردا مؤثرا على رسالة كويكارت تضمن التأكيد على مواصلة نضال، وجاء في نص الرسالة: صديقي المحترم، لقد وصلتني رسالتك وأشكرك على دعمك لنضالنا. صديقي المحترم، كما قالت هبة تايا، لا يوجد شيء يربطنا ببعض، ولكن الأشياء التي تربطنا أقوى من الأشياء التي تبعدنا عن بعضنا. نحن أخوة، نحن الكرد والكتالونيون، نعيش في جغرافية لغتنا، ثقافتنا، هويتنا، وجودنا فيها مضطهد. تجمعنا الآلام، النهضة، النضال والشجاعة. يقول نيتشه: اصنع حبك الخاص والإبداع أمام أخي، سوف تعطيك العدالة النجاح. نحن نناضل من أجل تحقيق العدالة على هذه الأرض، وإذا كانت العدالة موجودة لما اعتقلتم ولما كان الآلاف من الساسة والمعارضين الكرد معتقلين في السجون. لقد تم اعتقالي قبل عام لأني وصفت الدولة التركية بالمحتل عندما احتلت مدينة عفرين. طالما هناك الذهنية العنصرية في الدول فإننا سنواصل كفاحنا ونضالنا. صديقي العزيز، كما تعلمون نحن نخوض حملة الإضراب عن الطعام مع الآلاف من رفاقي ومع العديد من إمكانياتنا التي قدمناها، إلا أننا لم نستطع إيصال أصواتنا ومطالبنا للجهات المعنية، ولم يبقى أمامنا سوى هذا الطريق وهو الإضراب المميت عن الطعام كي نندد بانتهاكات الجيش التركي ضدنا.
قالت كلارا زيتكين إن الثوري لا يموت بموت جسده، تعلمون متى يموت؟ عندما لا يواصل أحد طريقه من بعده، وعندما تموت أهدافه وراءه حينها يموت. لذلك سنواصل طريق شهداء الحرية وسنسعى إلى تحقيق أهدافنا في الحياة الحرة. إن العزلة جريمة إنسانية، ونحن نرفض هذا الاضطهاد والظلم، ونحن في القرن 21 ولن يستطيع أحد أن يستبدنا ويضطهدنا، وسنناضل بكل قوة لتحقيق أهدافنا في الحرية. نعلم جميعا أن عالما يتوفر فيه نموذج ديمقراطي إيكولوجي وحرية المرأة، ويتوفر فيها حياة حرة توجد في قلب كل إنسان حر. أتمنى لكم الحرية في القريب العاجل، وأرسل تحياتي لكم، وستشرق شمس الحرية على الشعوب المضطهدة يوما ما، ومؤكد سننتصر في نهاية المطاف. رغم الشرخ الذي يتسلل منه الألم بسبب ظروف الحرب التي تعانيها البلاد، إلا أن حلول يوم 21 من آذار دفع بالنساء اليمنيات للاحتفال بهذا اليوم تقديرا لجهودها في الحياة. مراسلتنا صباح الشغدري من صنعاء نقلت لنا أجواء احتفال النساء بعيد الأم، لنشاهد معا. تلك التي أوصى بها الرسول ثلاثا تظل جنة الدنيا وبابا للسعادة لا يغلق، هي الأم، لا شيء يضاهي مكانتها ولا شيء يعوض عنها. وها هو 21 من مارس يطل عليها كالمعتاد في كل عام، لكن هل يختلف ذلك التاريخ من بلد إلى بلد ومن عام إلى آخر، وعلى وجه الخصوص في اليمن؟ هذا ما لمسناه على أرض الواقع، فالأم اليمنية يمر عليها هذا التاريخ لينكئ جراحها وأخرى لم تعد تحتضن ضناها الذي اغتالته الحرب. وهناك أم لم تترك لها مرارة الأيام أن تحتفل بعيدها كباقي الأمهات. طبعا نحن حزينون جدا أنه الوضع الراهن لا يسمح للأم بالاحتفال، ولكن رغم هذا الوضع الذي هي عايشة فيه حاولت تحتفل وتعمل لها حاجة تفرحها، رغم أنه صعب أن الأم تحتفل في وضع فقدت فيه ابنها، أبوها، زوجها، فقدت فيها من كان سندا لها بالحياة. رغم الجراح، رغم الألم، رغم المعاناة، إلا أننا يعني عيد الأم يمثل رمز لجهود الأم، لمكانتها، لدورها، لصبرها، يعني لمعاناتها. الأم اليمنية على الرغم مما واجهته وتواجهه من أوجاع بعضها فوق بعض بسبب ما تعانيه اليمن من وضع قضى على ابتسامتها وسعادتها، إلا أن ذلك النهر الذي لا ينضب منه الحنان يظل متدفقا بمشاعر الأمومة التي فطرها الله عليها، فهي نبع الحنان وهبة الرحمن. الأم هي شيء كبير داخل القلب وما نعرف شنو نوصفه بأي شيء. عيد ميلاد الأم مش هو يوم واحد، الأم عيد ميلاد بكل سنة وكل عام وكل ثانية وكل دقيقة. الأم هي نبع الحنان، هي نبض القلب، هي اللي بدونها ما نقدرش نعيش. احتفل بهذه الذكرى أو العيد إنما هو تقدير وإجلال للمرأة اليمنية التي تعاصر وتعيش في هذه الظروف القاسية رغم كل هذه المحن. هي صابرة، هي مبدعة، هي مشاركة، هي ذات نجاح عال في المجتمع. بمناسبة عيد الأم والذي يعتبر قليلا في حقها أن يكون هناك يوم واحد، المفروض الاحتفالات بهذه المناسبة تكون يومية، لأنه مقدار الأم وقدرتها وعزتها ووجودها في حياتنا هي كل شيء. وتبقى الأم سراجا يضيء عتمة الحياة، وتظل أمانا وملجأ لمن أخافته عثرات الدهر وكبلته قيود الأيام، على الرغم من ذلك الشرخ الذي تسلل منه الألم. تتصارع المشاعر بين سعادة وشقاء، وبين أمل وألم، وبين عيد مقبل وعزيز مدبر. وتبقى الأم اليمنية بتلك القوة الفولاذية التي تنتزع السعادة من بين أنقاض الحرب. صباح الشغدري لقناة اليوم صنعاء. أم كلثوم البدوي امرأة مصرية تمثل نموذجا يحتذى به في الإرادة والعزيمة، بدأت بمحو الأمية ووصلت إلى الدكتوراه في الإعلام، وخلقت مجرى للتعليم في حجر الأفكار القديمة التي تنادي بضرورة عدم تعليم الإناث، وأثبتت لأصحاب هذه النظرية أن الأنثى تنجح في المكان الذي تريده. مراسلتنا ياسمين عبد الحليم من القاهرة والتقرير التالي.
أم كلثوم البدوي، امرأة مصرية تعد نموذجا يحتذى به في الإرادة والعزيمة. بدأت بمحو الأمية ووصلت إلى دكتوراه في الإعلام. أنا كنت يعني عندي فكرة يعني عن الكتابة والقراية وكده، وكنت أصلا من البداية معلمة نفسي بنفسي، جبت معلم القراءة كده، واحدة زيك مثلا متعلمة تيجي تكتب لي ألف بيت، تكتب لي بتاع، أقعد جنبيها أخد من ده كلمة ومن ده كلمة. أنت عارفة لما يكون الإنسان عنده هدف بيقدر يوفر الوقت. قامت أم كلثوم بخلق مجرى للتعليم في حجر الأفكار القديمة التي تنادي بعدم ضرورة تعليم الإناث، فأثبتت لأصحاب هذه النظرية أن الأنثى تنجح في أي مكان تريده. هو بالنسبة لحد وقف جنبي دي حاجة أصلا كنت أنا كنت محرجة منها، وغير كده ما حدش كان هيديني فرصة أن يقف جنبي والكلام من ده. أنا كنت طبعا هبقى زي أي واحدة أمية قاعدة كده ما رأيش حاجة، أنها تقعد بقى تجيب سيرة فلان وعلان، ما فيش حاجة شغلها. أما العلم بيملى حياة الإنسان. رحت بقى كنت في جامعة عين شمس، وكانت الدكاتره يعني انا بألف كتب وانا قبل ما اخلص حتى المرحله الاعداديه بكتب قصه وشعر، وممكن اقول لك حاجه دلوقتي عن الشعر. محو الاميه لا يعني القضاء على الجهل فقط، ولكن بالضروره محوا للبطاله والفقر والمرض. ومن هذا المنطلق اعلن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه عام 2019 عام التعليم في مصر، لتكون خطوه اساسيه في رحله النهضه الشامله وتنميه الثروة البشرية التي تعد واحدة من أهم الثروات التي تمتلكها مصر. كان في ناس بتحاربها كتير يعني من أهل القرية بتحاربها كتير، بتبقى يعني بتبقى واحد معاه دبلوم مثلا وشهادة متوسطة يقول لك إيه اللي وصل دي كده، كانوا دايما يحاربوها. احنا بنشرب بيها في كل حته وفي المركز كله وبنفتخر بيها في اي حته. تسليح النفس بالعلم هو الخطوه الاساسيه في خوض معركه الحياه، ولا يصح هذا التسليح من دون رصاصات الصبر والعزيمه والاراده والايمان بالذات. ياسمين عبد الحليم، قناه اليوم، القاهره. كلما علت ثقافة الإنسان وكلما عظمت الامتيازات التي يتمتع بها، كلما كانت التضحيات التي ينبغي عليه تقديمها في الأزمات كبيرة. أخبار ثقافية، فنية وأخرى رياضية نشاهدها بعد الفاصل. ماذا سيحدث عندما تكون إرادة النجاح أقوى من الإعاقة؟ جشبين التي رفضتها غالبية المدارس في كركوك وبإصرار والدها ارتادت إحدى المدارس وهي في ربيعها السادس، فتوقفت كل التلاميذ رغم أنها من ذوات الاحتياجات الخاصة. لنشاهد معك. تلك هي الفتاة جشبين عمران، حين وصلت إلى عمر الدراسة دق والدها أبواب المدارس ليسجلها كما كل التلاميذ، لكن المدارس لم تتقبلها لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا تستطيع المدارس تحمل ظروفها. لم يستسلم الوالد عمران، فأصر أن يدخلها المدرسة مهما كلفه الثمن، ولم يكن يتوقع أحد أن الثمن ممكن أن يكون حياته. فبعد أن رفضتها غالبية المدارس، هدد عمران آخر مدير مدرسة في حي زلوان بكركوك بأنه سينتحر إذا لم تحتضن المدرسة ابنته. فتأثرت مديرة المدرسة بإصرار والدها وسجلتها، وبدأت جشبين منذ ذلك الوقت ترتاد المدرسة وهي الآن في الصف الرابع. ما يميز جشبين أنها كسرت قاعدة التوقعات ولم تستسلم للإعاقة كما كان المتوقع، بل أصبحت التلميذة الأكثر تفوقاً في المدرسة. تقول جشبين أنها تحب المدرسة وأنها تلاقي دعماً كبيراً من والديها وشقيقتها الكبيرة، وأصبحت محبوبة بين التلاميذ والمعلمين لأنها تتفوق في كل موادها الدراسية بنسبة 100%.
تودد التلاميذ والمعلمون لقشبين ليس شفقة لأنها من ذوات الاحتياجات الخاصة، بل لأنها ذكية ونشيطة ومتفوقة. هذا ما أدهش المعلمين الذين يؤكدون أنها جديرة بكل التقدير، وعليها أن ترتاد مدرسة نموذجية تلائم ذكائها وتفوقها، وليس في قاعة صف ضيقة تحوي أكثر من 40 تلميذا وتلميذة. قشبين معاقة الأطراف منذ الولادة، فقدماها ويداها قصار، وأصابعها قصيرة ومتماسكة ومتشابكة. لكن ما أثار دهشة من هم في مدرستها أنها صاحبة أجمل خط في الكتابة من بين كل التلاميذ. تقول جلالة أحمد وهي معلمة في مدرسة زيلوان أن قشبين ذكية متفوقة ومن الأوائل. لا أحد توقع قدراتها هذه، هي محل تقدير والجميع يحبها، وأتوقع مستقبلاً باهراً لها. وتعترف مديرة المدرسة جولي رشيد أنها بالبداية لم تقبل بقشبين أن ترتاد مدرستها، لكنها بعد أن واجهت إصرار الأب الذي تجول في غالبية مدارس المدينة لإدخال ابنته إلى المدرسة ولم يتقبلوها، وخاصة بعد أن أظهر إصراره بأنه سينتحر أمام المدرسة إذا لم نقبل بابنته، تأثرت به وفتحنا أبواب المدرسة لقشبين لتصبح الآن موضع فخر لنا. عمران والد قشبين الذي استعد أن يفدي بروحه من أجل ابنته يقول: قبل ولادة قشبين لم نكن نعلم أنها معاقة عبر أجهزة السونار، وبعد أن ولدت عرفنا ذلك، لكننا إيمانا بالله نقبل ما منحنا إياه، فلم نستاء، بل هي فلذة كبدنا. وبذكائها وإرادتها لم تشعرنا قشبين أنها معاقة، وأنا اليوم معها لتحقق مستقبلا زاهرا لنفسها. على طريقتها الخاصة تبذل الفنانة مهابات جمال من مدينة السليمانية جهودا مضاعفة لحماية التاريخ الزردشتي وتعريف الناس به عبر النحت ورسم النقوش على حجر الفخار، وتعيل نفسها من مردود عملها من ناحية، ومن ناحية أخرى تساهم في حفظ آثار الثقافة الكردية والديانة الزردشتية. لنتابع معا. ولدت الفنانة مهابات جمال عام 1983 في حي سرشقام بمدينة السليمانية، وقد أطلقت مهابات اسم آهور على طفلها الوحيد لأنها لم تقدر على إخفاء محبتها للدين الزردشتي. ويطلق الزردشتيون اسم آهور على كبير الآلهة التي يعتقدون بها. تخرجت مهابات سنة 1997 من المعهد التقني في السليمانية، وتلعب دورا في إدارة شؤون الفن التشكيلي بمدينة السليمانية، على الرغم أنها لم تتخرج من أي كلية للفن. تظهر الرغبة لدى مهابات على صنع جرار الفخار بعد إنهائها لتعليمها الجامعي، وحينما تتمكن من التعلم على صنع هذا الجرار تبدأ بصنع أشياء أخرى من الفخار، وتسعى إلى تطوير هواياتها في الفن التشكيلي، فتتوجه للعمل لدى الفنان قادر ميرخان طيلة 5 سنوات، وبعدها تعمل بصحبة عدد من الفنانين الآخرين في صنع بعض التماثيل ومشاريع فنية أخرى. وسعت إلى صنع أعمال ملفتة ومميزة وعصرية، فبدأت بصنع الرموز التي تستخدم في الدين الزردشتي من حجر الفخار. افتتحت مهابات معرضا خاصا بها في مدينة السليمانية وأطلقت عليه اسم آهور، وهي تصنع فيها أعمالها الفخارية بالإضافة إلى عرضها وبيعها، حيث يشهد هذا المعرض إقبالا يوميا من الناس سواء من السليمانية أو من خارجها. ويجذب الرمل الأحمر المستخدم في أعمال الفنانة مهابات أنظار جميع الزوار، حيث تجلب مهابات هذا النوع من الرمال في المناطق المحيطة بمدينة كركوك، وتنتهي من بعض أعمالها الفنية خلال يوم واحد أو يومين، فيما تستمر معها بعض الأعمال طيلة عدة سنوات حتى الانتهاء. تهتم مهابات إلى جانب أعمالها عن الديانة الزردشتية بصناعة الخناجر، وتقول عن أسباب اهتمامها بهذا المجال: لطالما تعرض الكرد إلى الهجمات وحاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم،
أنا أصنع الخناجر القصيرة وليس الطويلة، لأن الخناجر الطويلة هي خناجر الهجوم، أما الخناجر القصيرة فهي للدفاع، كما تحتفظ بأعمالها طيلة 20 عاماً الماضية في معرضها وتعمل على بيعها، حيث تعيل نفسها به من ناحية، ومن ناحية أخرى تساهم في حفظ آثار الثقافة الكردية والديانة الزردشتية. نظمت برلين مبادرة ليوم واحد بتقديم خصم على خدمات مختلفة بنسبة 21% للنساء فقط لتسليط الضوء على فجوة الأجور بين الجنسين. لنتابع. لمواجهة التمييز الذي تعاني منه النساء فيما يتعلق بالأجور، نظمت برلين يوم الاثنين يوم الأجر المتساوي بعروض خصم نسبته 21% للنساء على خدمات مختلفة، والنسبة هي الفارق بين أجور الرجال والنساء في ألمانيا. في أحد المتاجر لبيع فساتين الزفاف في وسط برلين، قالت ماريا ريل التي كانت تجرب عدة فساتين استعدادا لزفافها إنها تدعم مبادرة 21%، ليس لاستفادتها من عرض الخصم فحسب، بل أيضا لأنه لا يجب أن يستمر هذا التمييز الذي وصفته بالفضيحة في العصر الحالي. والحصول على أجر أقل بنسبة 21% يعني أن على المرأة أن تعمل 442 يوما لتحصل على ما يحصل عليه الرجل في 365 يوما، وبحساب الفارق وهو 77 يوما فإن المرأة تعمل مجانا حتى 18 من مارس آذار من كل عام. وتضامنا مع المبادرة، خصصت هيئة النقل في برلين تذكرة للنساء فقط بقيمة 5.5 يورو بدلا من 7 يورو للتنقل لأي مكان طوال اليوم. والحدث هدفه تسليط الضوء على واحد من أعلى الفجوات بين أجور الرجال والنساء في أوروبا، وبحسب هيئة النقل في برلين فإنه الثاني بعد إستونيا. وتقول هيئة النقل إنها تعمل على زيادة نسبة العاملين لديها من الإناث من 20 إلى 27%، مضيفة أنها طبقت بالفعل مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين في جميع الوظائف. إلى خبرنا الرياضي والدوري الإسباني للسيدات، حيث حسمت سيدات نادي برشلونة الفارق بينهن وبين سيدات فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط بعد تحقيقهن الفوز عليهن في قمة مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني للسيدات بكرة القدم في مباراة شهدت أكثر حضور جماهيري بالمسابقة. لنشاهد. خلص فريق سيدات نادي برشلونة الفارق مع مضيفهم نادي أتلتيكو مدريد للسيدات إلى 3 نقاط بعد أن تغلبنا عليهن بهدفين دون مقابل في منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني للسيدات بكرة القدم. فعلى ملعب واندا متر وبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد وبحضور جماهيري غفير تعدى 60,000 متفرج شجعوا الفريقين طيلة مراحل اللقاء، وبعد شوط أول سلبي النتيجة تمكنت سيدات برشلونة من إلحاق الهزيمة الثانية بصاحبات الملعب وتغلبنا عليهن بهدفين دون مقابل. افتتحت أهداف الفريق الكتالوني اللاعبة النيجيرية أسيسات أوشوالا الهدف الأول في الدقيقة 65 بعد أن حولت برأسها الكرة المرفوعة من الركنية، ثم أضافت الدولية الإنجليزية توني دوغان الهدف الثاني للكتالونيات قبل النهاية 10 دقائق بعد أن تابعت الكرة المرتدة من القائم الأيسر للفريق المدريدي للشباك، لتنتهي المباراة بفوز سيدات برشلونة بهدفين دون رد، وبانتصارهن رفعت سيدات برشلونة رصيدهن إلى 63 نقطة خلف سيدات أتلتيكو التي تجمد رصيدهن عند 66 نقطة لتبقين في الصدارة قبل نهاية المسابقة ب6 مراحل. يشار أن الدوري الإسباني للسيدات بكرة القدم يشارك فيه 16 فريقا وانطلق في الموسم 2014-2015، وأحرز لقب النسخة الأولى سيدات نادي برشلونة، ثم توجد سيدات نادي أتلتيكو بلباو بلقب النسخة الثانية، وسيدات نادي أتلتيكو مدريد بلقب آخر موسمين. إلى لقائنا لهذا اليوم، لكن بعد الفاصل.
في لقاء خاص مع قناتنا تحدثت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات فوزية عبده عن الدور الريادي الذي ينبغي للمرأة القيام به في المجتمع، ودعت جميع النساء للتخلص من المخلفات السلبية التي أفقدتها شخصيتها على مر الزمان والمبادرة إلى بناء نفسها في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية واتخاذ تجربة المرأة في شمال وشرق سوريا مثالا للاحتذاء به. بداية أحيي جميع النساء بقدوم عيد النوروز. المرأة بشكل عام في منطقتنا وفي العالم أجمع مطلوبة منها أن تحمي نفسها كونها تعرضت لكثير من المآسي عبر التاريخ، فخسرت شخصيتها وخسرت كل المقومات التي تخرجها قوية بالمجتمع، ولذلك فكان عليها أن تحمي نفسها. فالحماية تتطلب جوانب عديدة، حماية من الناحية الاجتماعية، حماية من الناحية الصحية، حماية من الناحية السياسية، حماية من الناحية الاقتصادية. فلكي تخرج المرأة قوية في هذا المجتمع لتتخلص من كافة عوائق التي خلفتها المجتمع والتي انفرضت عليها لتخرج بشخصية ضعيفة بهيئتها الآن وهي تقاوم، فعليها بداية أن تعي لما يجري حولها لتتثقف لتتسلح بالوعي الثقافي. بداية الوعي الثقافي هذا مهم جدا للمرأة لكي تستطيع أن تقرأ ما يجري حواليها، لكي تستطيع أن تعي ما يجري في المجتمع وكيف تستطيع أن تمثل نفسها وكيف تستطيع أن تمثل باقي النساء لكي تستطيع حماية نفسها وحماية ما حواليها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى لكي تستطيع المرأة حماية نفسها لا يكفي أن تعي، أن تكون مثقفة، أن تكون واعية سياسية، عليها أن تحل مشكلة الاقتصاد. فالمرأة بحاجة للاقتصاد، كونها اقتصاديا لكي لا تحتاج إلى أحد. فاقتصاديا عندما نكون مرتبطين بالطرف الآخر علينا فعلا تلبية طلبات الطرف الآخر. فعندما تتحرر المرأة اقتصاديا وتتحرر المرأة سياسيا وتتحرر المرأة ثقافيا، حينئذ فهي نستطيع أن نقول إنها فعلا استطاعت أن تحرر نفسها وتمثل شخصيتها وتكون في مواقع فعلا تستطيع خدمة مجتمعها. متى ستتمكن المرأة الصحفية من صناعة وقيادة الرأي العام؟ الإجابة في مقالنا لهذا اليوم، لكن بعد الفاصل. تطرقت الكاتبة وصال الأسدي في مقال لها إلى دور المرأة الصحفية في صناعة وقيادة الرأي العام من خلال التركيز على أولويات تحتاجها المرأة العصرية لمواكبة القفزات العلمية والثقافية. لنتابع معها. بعد عام 2003 أصبح هناك مناخا مميزا يحيط بعمل المرأة العراقية في ميدان الصحافة، إلا أنه كان تحديا صعبا قررت الدخول في معتركه والخوض في تفاصيله. اقتحمته بقوة فكتبت اسمها على جدار الإبداع وسجلت سفرها الخالد في أحيان أخرى لتروي شمائله بالدم في غاية هي الأسمى، إظهار الحقيقة وإثبات كيانها. إلا أننا وحين نقلب أوراق الزمن ونبحث في تاريخ الثقافة الذكورية التي تحكم المجتمع ونلقي نظرة على تعاقب الدورات الانتخابية للأسرة الصحفية، نشاهد تضاءل رصيد المرأة
وإن هذا التضاؤل والتجاهل وصل إلى أسوأ حالاته، فالتمثيل في النقابة المركزية خجول للغاية، إذ إن النقابة تمثل النخبة من المثقفين أصحاب الفكر الحر والمتقدم لمحافظات العراق كافة، يكون رصيد المرأة من العضوية مقعد واحد. وإن الذكور الذين طالما قاتلوا بقلمهم بمواضيع ملتهبة حول حقوق المرأة وتكافؤ الفرص والخبرة والمساواة والحرية وغيرها، وعندما حانت الفرصة ليترجموا ما كتبوه عادوا إلى ذكورتهم وصوتوا لزملائهم وتركوها بحيرة وذهول مما حصل. وإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين العراقيين والمعنيين بالتصويت وأولي الأمر من رؤساء الفروع الأبطال استخفوا وكعادة الرجال الشرقيين بمن كنا زميلاتهم في ساحات القتال، حيث يمتزج الدم والحبر معا ولن تفرق الرصاصات حينها بين رجل وامرأة، إلا أن عقولهم فرقت لتتخلى عن كل المجتمع وتبقى الصحافة في العراق مهنة الذكور. يجد البعض أن هناك إشكالا في تسمية أو تخصص الصحافة بنوع محدد، النسوية مثلا، إذ يعدون الأخيرة تمييز ضد النوع الاجتماعي مع البدء بإظهار إخفاقاتها أو عثراتها أثناء محاولة النهوض بالواقع من قبل أقرانها من الرجال والنساء حتى. ولكن على الرغم من ذلك تحتاج الصحافة النسوية حاليا إلى التركيز على الأهم الذي تحتاجه المرأة العصرية لمواكبة القفزات العلمية والثقافية، لذلك تؤكد الصحفية أسماء محمد مصطفى على ضرورة تثقيفها قانونيا وتعريفها بحقوقها وحقوق أسرتها والدخول إلى عوالم النساء المعنفات والمهمشات بشكل أكثر وأعمق وإجراء استبيانات علمية عن قضايا مهمة تعنيها وتقديمها في ملفات ترفع إلى الجهات المعنية في محاولة ليكون للصحافة النسوية دورها في صياغة القرارات. جرأة وموضوعية ومهنية ركائز للصحافة عموما وللنسوية بالتحديد، فالخروج عن المألوف وتناول الجوانب المغطاة في المجتمع تحقق قفزة في حلول لتلك المشاكل أو المعاناة في الوقت الذي تسهم في رفع مستوى عمل المرأة الصحفي وجعله ذو جدوى وهدف لا بد من تحقيقه، وأن لا تكون نسخة لذلك الذكر الذي ينافسها على مكانتها. شكرا لكرم المتابعة، ألقاكم في حلقة قادمة مع أخبار وقضايا جديدة، إلى اللقاء.